كم العدد ده بيتنا؟ احنا رايحين بيتنا، رايحين مبسوطين. حسيت ان في فرق ما بين نجاح صيد العقارب وكامل العدد؟ لا، الاثنين بالنسبه لي نجحوا نجاح عاجبني. كم العدد من السنه اللي فاتت هو واخد الصيد بتاعه؟ فتمام. احمد، انا برحب بيك في وانتك، وكلمني النهارده عن حضورك في مجله نيش. مبسوط طبعا بحضوري هنا. انا يعني مجله نيش من مجلات المنظمه جدا الجميله جدا اللي انا بحب اتعامل معاها دايما. ان شاء الله كل سنه في نجاح. يعني كنت مميز انت السنه دي. كامل العدد جزء تاني وصيد العقارب، والشخصيتين مختلفين تماما. كلمني عن نجاحهم واستقبالك لردود الافعال. لا، الحمد لله ردود الافعال بالنسبه لي كانت جميله جدا، انبسطت بيها جدا. شايف الحمد لله النجاح في الشارع ده حاجه عظيمه جدا. يا رب يديمها نعمه ان شاء الله. يعني عملت الاثنين دول ازاي؟ يعني اكل عيش. لا الحمد لله، بس برضه لما بتشتغلي مع مخرجين ومع مؤلفين ومع كرو شاطر الموضوع بيفرق. استاذ خالد الحلفاوي يعني مش محتاجين نتكلم عليه، راجل يقدر يطلع منك اي حاجه في الدنيا. استاذ احمد حسن اشتغلنا مع بعض كتير قوي، في كيمستري كويس قوي ما بيننا، بحب الشغل معاه وطلعنا برضه شغل كويس قوي. فلما بتبقي مع مخرج وكرو فاهمك تبقى حاجه حلوه. توليفه في كامل العدد، انتم مندمجين قوي مع بعض ولعب واصحاب وهزار وكل، والتوليفه هنا ناس تقيله قوي عتاوله. احكي لي عن كواليس كل مسلسل فيه. لا يعني بالنسبه لي، لا كامل العدد ده بيتي. لا كام العدد ده بيتنا، احنا رايحين بيتنا رايحين مبسوطين. يعني انا ببقى رايح كده. صيد العقارب كان نفس الفكره، ان كلنا اصحاب، الكرو كله من انتاج اخراج كله كلنا اصحاب يعني، وتمثيل. بس اتقل شويه في حته ان انت بتبقى رايحه مركزه انت تعملي حاجه دراما مش حاجه كوميدي برضو قوي، ففي تفاصيل كتير زياده قوي. بالك هقول لك ايه اصعب مشهد هنا ليك واصعب مشهد هنا، او امتع مشهد هنا ليك وهنا في صيد العقارب؟ كان المشهد اللي بتكلم فيه مع سيمون طبعا، حبيبتي بعشقها، وبقول لها يعني ان انا مفروض بحبها بشكل معين، وان الحب شكله ايه بالنسبه لي، وان انا طول الوقت مستخبي كنت عن الفكره دي. وفي كامل العدد بجد والله العظيم مش مبالغه، كل مشاهد ممتعه. يعني ما فيش مشهد مش ممتع بالنسبه لي، بحب المسلسل كله. فتمام. انت وشريف كده كنتوا عاملين توليفه مع بعض واصحاب، احكي لي عن الكواليس اللي ما بينكم يا احمد. لا هو جميل، ده اخويا يعني بجد من احلى الحاجات اللي ممكن يكون الواحد يعني انا اتعرفت عليه، دي من احلى الحاجات اللي حصلت لي بجد في مدار السنتين اللي فاتوا. هو كمان يعني هقول لك على حاجه، هو ساعدني كتير في الدور بجد مش هزار. في حاجات كتير هو ضايفها لي، الكيمستري حلوه. لا انا بحب الشغل معاه. شفنا حلقتكم انتوا مع استاذه سعاد، الحلقه كانت مختلفه، كانت عامله كده تفصيله اللي هو شوفوا الجيل القديم والجيل الجديد، وكانت ترند. كنتوا متوقعين وانتوا بتصوروا الحلقه دي وبتعملوها؟ وامبارح كمان في كاس انرجي قدمت كل الكرو بتاع كامل العدد. بس هي استاذة سعاد طبعا مش هنتكلم عليها في اي حاجة، هي معروف تاريخها ومعروف هي مين. كامل العدد سبحان الله ربنا كاتب له كده حاجة معينة عند الناس، ان اي حاجة بتحط فيها اسم كامل العدد بتنجح. فالحمد لله يا رب، ربنا يديمها نعمة علينا كلنا. ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى طبعا اولا واخيرا، ثم بقى نيجي في اجتهادات الناس كلها من اول شركة الانتاج، من اول كل القائمين على الانتاج، المنتج والمنتج المنفذ والمنتج الفني، كل الناس، من اول كرو الاخراج، من اول استاذ خالد الحلفاوي طبعا، لكل اللي معاه ناس تعبت في الشغل، رنا بوريش، أسرة طاهر، الناس دول كاتبين حاجة عظيمة، الممثلين كلهم تعبوا، الناس دي ربنا بيدي لكل مجتهد نصيب، والحمد لله إن إحنا نصيبنا كده يعني. حسيت إن في فرق ما بين نجاح صيد العقارب وكامل العدد، ولا هم أصلا عشان العملين مختلفين فكل واحد ليه نجاح بطريقة معينة؟ لا الاتنين بالنسبة لي نجحوا نجاح عاجبني. الحمد لله. انا قصدي ان كامل عدد كان واخد الصيد او الصيت الاكتر. كامل عدد من السنه اللي فاتت هو واخد الصيت بتاعه. فتمام. التحدي كان بالنسبه لي كصيد العقارب بس، فده حلو جدا. من كامل العدد يا رب ادعي لنا بقى، ادعي لنا يا رب ادعي لنا.